اللي شعرته في هذا الوقت، شعرت بانه جسمي نار، درجة حرارتي عالية، الدم بده يطلع من جسمي، ضغط جامد على جسمي، ضربات قلبي سريعة، الغدد اللي هانة منفوخة، طنين جامد في الأذن، عيني مش قادرة أفتحهن، تمي جاف جدا، يعني الفم عندي جاف جدا. اللي كان أصعب من هذا اللي هو الرئتين. فيعني كان الوضع، الله يعني يا رب ما يقضي لحدا يعني. فشعرت كأنه يعني كأنه مسمار بدخل من هان، من هان، من هان بالضبط، بطلع من هان، من هان بطلع من ورا. بس أول ما نزلت عند الإسعاف بطلع زي هيك، والا يعني انا لقيت مجهزين لي صندوق، صندوق اللي بدك تنحط فيه بدك صحيح. كانت عندي حاله، يعني حاله موت، انت قاعد تطلع يعني. هذا انا كنت بشوفه في الفيديوهات قبل هيك، وكان مسبب لنا احنا كلنا رعب، انه انت لما بتشوف واحد في صندوق انه وين انتوا، شو بتسووا يعني، انتوا خلص هذا ميت. يعني انا من اول ما خشيت الحجر الطبي سلموني الميزان، هذا الميزان الحراري، فكان معي من بدايه الاصابه الى اليوم. ما بعد ما وصلت الغرفه اللي كان فيها اصدقائي الباكستانيين محجوزين قبلي، وشعرت كانه جبل وقع على كتافي، لدرجه اني صرت امشي زي هيك، يعني رقبتي ملزقها في جسمي، مش قادر حتى اقف، يعني اقف احس العمود الفقري بتاعي طالع من راسي. انا ما بدي اخوف حدا، لكن الاعراض مش سهله، ومش انه كل واحد فلوج بده يقول لك والله انا معي كورونا فيروس، لا. انه اعراض الانفلونزا مختلفه كليا عن اعراض اللي هو كورونا فيروس. الانفلونزا من بدايتها بيكون في عندك رشح، بيكون في عندك اللي هو الكريب، احنا الرشح او الكريب، بيكون في عندك سيلان بالانف، بيكون في عندك قحه بسيطه يعني جسمك في اعياء عام، انت فهمتني كيف؟ من اول يوم هي تستمر معك، اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، هذه المده اللي بسموها المده النشطه للبرد، بعد هيك بيبدا الامر يروح. لكن الفيروس، كورونا فيروس، لا، كورونا فيروس بدخل بجسمك من اول يوم لغايه شهر وانت مش عارف انه معك كورونا فيروس، تظهر معك مره واحده، فجاه واحده، اما مش متسلسله زي ما بيحكوا. ما في يعني، انا زملائي الباكستانيين ظهر معهم مره واحده، زملائي يعني عندي زميل روسي ظهر معه مره واحده، زي مره واحده بيقطع، بكون هو بجسمك مثلا له اسبوع او اسبوعين وفجأة تظهر مرة واحدة الأعراض. الأعراض لما بتظهر تظهر بكل قوتها، مش يعني مش خفيفة، يعني زي ما احنا الناس بتفكر، لا مش خفيفة. لما اكتشفوا انه صديقي مصاب، تمام، أول حاجة قام فيها طب الأمن الوقائي بحجرنا، بأخذنا على الحجر الاحترازي. هسا الحجر الاحترازي 14 يوم. في هذا الوقت الأمن الصيني أو الميديكال ستاف في الطواقم الطبية الصينية في برنامج اسمه الويشات مثل الواتساب، عملوا إضافة إلي ولأصدقائي للحالة تبعتنا، للحالة اللي إحنا كنا مصابين فيها. أول شيء قاموا فيه بسؤالنا، أنت مع مين تحدثت؟ في مين اتصلت؟ وين رحت؟ وين جيت؟ شو السيارة اللي ركبتها؟ شو السوبر ماركت اللي رحت عليه؟ الفندق اللي كنت فيه؟ الأسئلة العامة، تمام؟ لأنه هدول الناس لازم يتم حجرهم زيك، لأنه أنت مصاب ممكن تنقل هذه الإصابة. هو مش مرعب، أنا ما زلت بكرر، هو مش مرعب للشباب وللناس، حتى
الرجال الكبار في السن إذا كانت مناعته قوية. بيعتمد كليا هذا على التغذية، وأنا بكرر لأبناء أمتي العربية بأنه مش مقلق إذا أنت حاليا بتقوم في سبل وقائية معينة، منها التغذية الحقيقية، التغذية السليمة، تقوي جهازك المناعي، الرياضة. مش الرياضة أنك أنت يعني تروح الجيم، لأنه في ناس يعني تفكر بأن الرياضة أنه أنت مريض بتمارس الرياضة أنه أنت بتشيل حديد. لا، رياضة تعمل على تنشيط الدورة الدموية، حتى لو كانت اليوغا، يعني أشياء بسيطة أنك أنت تمارسها تجدد النشاط، تجدد اللي هو الدورة الدموية.